سن 64 السن التقاعدية في لبنان، ويا للأسف فإن التقاعد في لبنان لناس وناس، فالطبقة السياسية على ما يبدو لا تتقاعد ولا تشيخ، إذ لا يحدد القانون عمراً لتقاعد الرؤساء والوزراء والنواب، فأغلب السياسيين اليوم عاصروا جميع مراحل لبنان ولا يزالون يتمسكون بالمناصب. 11 وزيراً من الحكومة الحالية المؤلفة من 24 تجاوزوا 64، ما يعادل 46% منها، أكبرهم الوزير سمير مقبل البالغ 77 عاماً، يليه رمزي جريج وعمره 77 عاماً، رشيد درباس 76، محمد المشنوق 75، بطرس حرب 73، الرئيس تمام سلام 71 عاماً، ألي الشبطيني 70، أكرم شهيب 69، غازي زعيتر 67، أرتيور نافاريان 65، وعبد المطلب الحناوي 64. أما أعمار نوابنا فحدث ولا حرج، 53 نائباً من النواب الحاليين تجاوزوا 64، ما يعادل 42% منهم، أكبرهم النائب عبد اللطيف الزين وعمره 86، يليه كل من دوري شامعون وميشيل المر 85 عاماً، إدغار معلوف ونعمة طعمة 82، ميشيل عون 81، نعمة الله أبي نصر 80، وغيرهم، أبرزهم الرئيس نبيه بري 78، فؤاد السنيورة 74، وليد جنبلاط 68، ومروان حميدي 77.